اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. منور التلفزيون طبعا مع كابتن اسلام، وان شاء الله الحلقه تبقى جميله جدا، وربنا يا رب يقومك بالسلامه ان شاء الله، وترجع ان شاء الله لمكانك الطبيعي ان شاء الله. انت تعبت كتير عشان توصل انك تبقى في الكيان الكبير نادي الاهلي طبعا، فان شاء الله الايام اللي جايه كلها تكون خير عليك. وانا عارف انك لعبت ماتشات كتير وانت مصاب وبتعب نفسك كتير، بس ان شاء الله الاصابه دي تعدي على خير ان شاء الله، وترجع باذن الله تكون الاول واحسن من الاول ان شاء الله، وترجع لمكانك الطبيعي ومنور. اشوفك على خير ان شاء الله يا حبيبي، ودايما كده متالق كده، ودايما منور التلفزيون يا حبيبي. طبعا سعد لنا ذكريات جميله جدا مع بعض طبعا، ايام كاس العالم للانديه وبطوله الكونفدراليه، ولنا ذكريات كتير حتى بطوله افريقيا اللي كانت 2012، كنت انا وهو مشاركناش كتير، بس طبعا كنا مع الفريق. انا لعبت 4 ماتشات وهو تقريبا لعب 4 ماتشات برضه. كان لنا ذكريات جميله ساعتها، كنا بنلم الكور وكنا بقلبنا مع الفرقه، سواء بنلعب ما بنلعبش. هنتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه باذن الله تكون كل الخير جاي للنادي ان شاء الله، بطوله افريقيا والدوري وكل حاجه. وطبعا سعد ربنا يكرمه ان شاء الله ويقوم بالسلامه كده ويقف على رجله ويرجع ان شاء الله اقوى واحسن من الاول كده، وهو قائد من كباتن الفرقه طبعا، لعيبه كبيره، وربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله.